نبدأ بمنطقة الخليج وإجراءات اقتصادية بدأت في الإمارات والمملكة السعودية والكويت. نعم. وهناك دول أخرى من مجلس البحرين وعمان. نعم. طيب أهمية هذه الإجراءات، يعني ناس كتيرة تقول لك معقولة دول غنية مثل هذه الدول ترفع سعر البنزين وتبتدي تعمل ضريبة قيمة مضافة، لماذا هذه الإجراءات؟ هي الإدراك بأن الواقع تغير. بالعكس، هذه سياسة واقعية جدا، آن أوانها وطال انتظارها. كان في حالة من الإنكار وعزة النفس، أنه نحن قادرين أن نصمد أمام التغيرات، نحن لدينا القدرة أن نواجهها. لكن الأمر الحقيقي الذي اكتشفناه، اكتشفته الحكومات، أنه لابد من سياسة واقعية حتى لو كانت مؤلمة، ولكن أن تتعاملي بالواقع خير من أن تنكري وجوده. كان لابد أن نأتي بسياسات كدول أتحدث تخاطب عصر ما بعد النفط. أصبح واقع وأصبح حقيقة، نحن نعيش الآن اقتصاد ما بعد النفط. صحيح لازلنا ننتج النفط ونصدر النفط ونعيش من عوائد هذا النفط، ولكننا الآن فعليا كحكومات في الخليج نتعامل في واقع اسمه اقتصاد ما بعد النفط. لماذا؟ لشعور بأن هذا النفط قد ينضب يوما ما، أو لأن الأسعار ممكن تنهار؟ لا سيدي الكريم، الموضوع الفحم لا زال ينتج، الفحم لا زال ينتج، ولكنه نضب اقتصاديا قبل أن ينضب طبيعيا. فتحدي الذي أمام الخليج هو أن ينضب النفط اقتصاديا قبل أن ينضب طبيعيا، ينتهي من أثره. وهو ما يحدث الآن. نحن الآن نواجه تغيرا عظيما جدا في مفهوم الطاقة، الطاقة النظيفة والطاقة البديلة والطاقة المستدامة. كل هذه الألفاظ لم تكن موجودة على الساحة الاقتصادية من 20 سنة على سبيل المثال. طب مجموعة من الإجراءات، أولها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% تطبق على الخدمات، وأساسا بتطبق على أسعار البنزين والديزل، وأيضا الغذاء والملابس وفواتير الخدمات من مياه وكهرباء، ورفع الدعم من أسعار من المياه والكهرباء وكل الخدمات التقليدية التي كانت تدعمها الدولة. أيضا إنهاء الدعم ولا تدريجيا؟ رفع بالتدريج. بالتدريج. نعم. القيمة المضافة تأثيرها هيكون إيه؟ هترفع الأسعار ولا إيه؟ هي مورد من موارد الدولة أساسا. اليوم لدى الدولة سياسة تمويل مختلفة وغير تقليدية. كان الاعتماد فقط على عوائد النفط وبعض الجمارك مثلا، ولكن الآن أصبح هناك إعادة هندسة مالية لمفهوم الموازنة في الحكومات الخليجية عموما والسعودية تحديدا. وإحدى هذه الأذرع التي تم اعتمادها هي موضوع الضريبة المضافة. الضريبة المضافة تعتقد أنه تجعل السلع والخدمات أكثر كفاءة وتسعيرها أكثر ديناميكية في التنافسية، وتعيد نسبة محددة إلى خزانة الدولة. لكن بنتكلم في 5%، يعني احنا في مصر لما عملنا هذه النسبة عملنا 13%. 5% جرعة أولى قد تزيد أو تنقص بحسب الاحتياج. يعني الآن أعتقد 5% ستستمر لك كم سنة ثم يعاد النظر فيها. كده أسعار البنزين والكهرباء أو المحروقات محررة تماما ولا لسه مدعومة؟ لا تزال مدعومة، ولكن بنسب كبيرة ولا؟ بنسب، يعني مثلا الشريحة في نوعين من البنزين، في البنزين المخفض والبنزين الأعلى تكلفة. البنزين المخفض لا تزال نسبة الدعم فيه عالية جدا. البنزين الأعلى نسبة الدعم فيه أقل.